أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الدفاع المدني السوري يقول إن الجهات الطبية سجلت أعلى معدل إصابات يومين بفيروس كورونا شمال غرب سوريا وبلغ 835 إصابة، ويطالب منظمة الصحة بإعادة تفعيل مراكز العزل. إصابة عدة أشخاص وأضرار مادية كبيرة جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عزاز بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لمدينة عزاز. مظاهرة في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي احتجاجا على سوء الخدمة وعدم وفاء شركة الكهرباء بوعودها بحسب ما أفاد به مكتب عزاز الإعلامي. الإدارة الذاتية التابعة لقسد تحدد سعر شراء سعر الكيلوغرام من القطن المحبوب ب 1950 ليرة سورية. رئيس غرفة صناعة الأردن فتح الجغبري يحذر من أن فتح باب تجارة على مصراعيه مع مناطق النظام في سوريا لن يصب في صالح العمالة والصناعة بالأردن. اليابان تعلن تقديمها قرضا ماليا طويل الأجل لتركيا بقيمة 410 ملايين دولار لتحسين أوضاع اللاجئين السوريين.